ثواني فقط، هذه اللمسة التي تعود إلى الشيخ سي عباس والشيخ، هذه فرصة خطيرة لفريق النجم اللبناني. تسديدة، يا سلام، جول! هذا الجميل وجه لبناني يبدو هو الأكثر حضورا في المدرجات، الأكثر غزارة، أصواتهم تعتلي مع علو كعب فريقهم في تعديل النتيجة. هدف ملعوب، هدف رائع من أقدام سنغالية. الشيخ سي يمر يسدد في زاوية بعيدة تماما عن الحارس مصعب الكنداري. هدف مثالي، هدف نموذجي، هدف يدرس. المباراة جاءت مليئة بالفرص والأهداف التي افتتحها مهاجم النجم السنغالي الشيخ في الدقيقة العاشرة. خمس دقائق وعبس الشيخ ليمنح النجم التقدم بهدف ثالث قبل أن يضيف أكرم مهرة بالهدف الرابع بعد عرضية متقنة من حسن لوكي. تقرير فاركنر. These bitches trying to set me up. Maybe I'm just paranoid. I got a bad light skin from the valley. She be in the club. تكون حاضرة بهاللحظات العرضية داخل منطقة الجزاء متبرعة جميعها. سي الشيخ، سي الشيخ، سي الشيخ عم بيرد علي بسرعة، عم بقول أنا إنه ممكن يسجل. Thank you.
know how to take this. I got them both the same damn red bottoms and bought them both the same damn fragrance. Both of my bitches drive Range Rover. Oh, 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 yeah. Oh.